معلش يا جماعه اللقطه دي مميزه عشان في حبايبي على قناه جوهر السويس امنوني امانه اوصل للحاج حسن فجر الاسلام وبلغه. الراجل بيقول لك اتشكر لك على اللي انت بعته وعسمك اللي انت بعته. وصلت الامانه؟ وصلت الحمد لله. قول لهم اي خدمه الجوارز مس ان شاء الله. تقول لهم ايه بقى؟ قول لهم كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله الخير جاي كتير 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 ان شاء الله. وتعدوا ان اللي جاي احسن باذن الله. طبعا يا جماعه طبعا و حماده جوي الناس بتشكر لك والله باللي انت بتجيبه واحنا علينا للناس وارجو انك انت فيوش مفيش ثانيه تاثر معايا عمرك يا حاج احمد. انت دماغي من فوق حاجه. انا موجود موجود الله يبارك فيك. في ناس اتصلت بيا تبعك النهارده قالوا لي جايين لك برضه عايزين شويه والله ان شاء الله ربنا خير ان شاء الله. اللي جاي لكم السبت والله ناس من القاهره قالوا لي روح لعم حسن وعم كريم عم حماده اشكرهم لنا. وانا يا جماعه بلغت الامانه وصلت وما وصلتش السلام من طرفك علينا ليه يا حاج احمد؟ طبعا سعر وجوده ان شاء الله باذن الله. سعر وجوده سعر وجوده متشكرين يا جماعه. ده العشم برضه انا صور اللقطه دي يا حاج احمد. طبعا يا جماعه فجر الاسلام وحماده عزه اللي هم انا كنت سبب ان هم وردوا لناس وبيشكروا لكم. في ناس جت من طرفك اتصلت بيا والله ولسه هيجوا ان شاء الله. اه قالوا لي يوم السبت جاي ان شاء الله عندكم شويه سمك كتير. يا رب يوسع عليكم. ربنا يوسع عليك يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي واحبائي مشاهدي قناه جوهر السويس، انا جاي بالتوصيه وجاي بيقولوا لي يا باشمهندس احمد روح عند عم حسن. يعني انا بحب عم حسن اه، بس هو جاي انا مزقوق ومدفوع بناء على رغبتكم. صباح الفل يا ابو علي، ايه حكايتك مع الناس؟ الحمد لله بخير ان شاء الله. والله ما كلهم بيقولوا لي عايزك تروح تصور لنا عند الحاج حسن. والله يا عم احمد والناس بتيجي وتشوف تاخد جوده واسعار. طبعا يا جماعه فجر الاسلام التليفون مظبوط؟ اه اللي هو 0000 017 18 24. لا ده صبر اخويا. اه طب وانت؟ 0000 974 610 174 610 تاني؟ 0000 0000 974 610 صباح الفل عليك. صباح الفل يا عم. صباح نادي ان شاء الله. الحمد لله. ناخد من الاول ناخد من الاول. فوانيس ده؟ ايوه. عامل 100 جنيه. 100 جنيه. صباح الهنا صباح العين الصحية والظبط والتماسك بتاع السمكة نفسها. اه ده 100 ها؟ اه 100 ان شاء الله. والأصغر؟ الأصغر ده عامل 70 70 ومرجان ابو قتب النهارده مفاجاه 120 جنيه. السعر ده ما لقيتوش يا جماعه. 120 جنيه ده سعر ايه؟ مرجان ابو قتب النهارده السعر 120 جنيه. مفاجاه انت بتقول. مفاجاه ان شاء الله. اه وانت ما يطلعش منك الا كل خير حبيبي يا عم. 120 يا جماعه مرجان ابو قتب من اسماك فجر الاسلام. اتفقنا يا جماعه لازم يكون لونها ذهبي محمر. لو خدتها ببيضه وعينيها دبلانه ما تاخدهاش حتى لو قال لك ببلاش. ولا انا غلطان؟ ايوه يا عم. لان ده طعم اوه اكل السمك المرجان المبهدل ده بيبقى تعبان بيقول لك بتاع اربع خمس ايام طعمه بيبيض غصب عنه. الدمويه فيه بتروح. ايوه لكن ده سويت. الله على اللوت. لسه جاي الوقت والله. بكام؟ لسه عامل 70 لسه جاي بكره. سادة يا حبيبي. طب انت هتكذب ليه؟ الله على الشعور، امسك لي شعورية حلوة كده. بكام الشعورة؟ الشعورة عامل 120. 120.
جميل. يطلعها 4 كيلو دي 4 ونص؟ اه 4 4 كده. اه ما شاء الله. بصوا يا جماعه على سهوه اهو، الناس بتقول لك دايما البياع بيحط الطازه قدام والحاجه وحشه ورا، لا اهو على عينك يا تاجر اهو. ورا زي قدام عند حسن. اللي ورا احسن من اللي قدام كمان والله. دي امانه. اللي ورا احسن من اللي دي امانه، دي امانه، دي امانه. اللي ورا احسن من اللي قدام. الله على الطراد. بكم الطراد يا ابو علي؟ الطراد عامل 80. 80 ده حديد اسمر. حديد اسمر اسمر اه عامل 50. 50 ده سبحانك يا رب. الفص بتاعه من جوه ابيض. اه الفص من جوه عشان الناس بس يعرفوا تشتري بس. اه اه بص الفص اه اللحمه ما تقربش يا جماعه من القشره. بص القشره سودا لكن اللحم ابيض اهو. فص ابيض. اه ده شوربة؟ اه شوربة وطواجن وقلية. جميل. اه جميل قوي. 50 قلنا. 50 ان شاء الله. اه. القروش دي انا اول مرة اصورها السمرة دي. قرش اسمر ده ايه ده؟ والله القرش الاسمر ده يعني تبع الارض. تبع بيتلون تبع الارض بتاعتي. تبع الارض اه. بكام؟ ده عامل 50. الشعور حضرتك بعد ما تنضف. اه ده ده اللود ده. اه الشعور. 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 اه. برضه الحارس حضرتك هو الله. بص يا جماعه تنظيف الحارس. بص تنظيف الحارس يا جماعه. ربنا يحسن ذوقك يا ابو علي. الله يخليك يا عم. والدنيس ده؟ الدنيس ده عامل 100. 100 جميل جميل. بس هي جميلة ما شاء الله وسمين. اللوت قلنا بكام؟ اللوت 70. 70 ما في ناس كانت أقل من كده ولا جودة؟ لا جودة والله لسه جاي دلوقتي. والله لسه جاي دلوقتي. ماشي. ده كان لقاءنا يا جماعة مع حاج حسن والد حسام حسن حبيبه. السلام عليكم. السلام عليكم.